أول ما أولاد الحلال لقيناهم جايبين الولد وجايين، منيرة وقعت على الأرض وقعدت تعيط رغم إني كنت متصور إنها هتجري وهتاخد الولد في حضنها. فاكر يا منيرة؟ ويا دي حاجة تتنسي، والناس يقولوا لي هتلاقيه إن شاء الله وأنا مرعوبة، يكون كلام بيصبروني بيه وإني كده خلاص ابني مش راجع لي تاني. لكن أول لما شفته ما دريتش بنفسي غير وأنا قاعدة على الأرض بعيط. طوطة هو اللي بيفرح عندكم بيعيط؟ اللي بيفرح عندنا بيعيط، واللي بيزعل بيعيط، واللي بيجوع بيعيط، كله بيعيط. برغم ان انا اتحرمت من نعمة الامومة لكني لسه بمارسها مع كلود. نفس الكلام اللي قلتيه يا منيرة، هيب انا بحس بيه حتى وكلود بعيد. ربنا يرجعولك بالسلامة يا مدام روز. عارفين إحساس الغيبة اللي عارفين صاحبها راجع أرحم بكتير من الغيبة اللي مش عارفين صاحبها راجع إمتى. عندكم مثلاً ابني من ساعة مسافر ما عرفش عنه أي حاجة غير شوية كلام في شوية جوابات، حتى صوته حلمنا أسمعه في التليفون ولا صوت ولاده، كأنه بيسحب نفسه مني شوية بشوية. على إذنكم روح أشوف شغلي. ربنا يطبطب على قلبك يا حبيبي ويحنن قلبهم عليك، كله جاي في وقته. لا حول ولا قوة إلا بالله.